في مواقف الإنسان بيتعرض لها في حياته بتبقى مواقف عصيبة وشديدة جدا. مثلا لو إنسان ماشي في طريق، في رحلة، في سفرية، وإذ فجأة في وقت متأخر من الليل وطريق صحراوي طويل العربية تعطل أو تشطب بنزين، مش عارف يعمل إيه، بيتصل بحد يقول له قدامك لسه 10 كيلو علشان توصل لمحطة البنزين أو مكان الإصلاح، أو ممكن تمشي على رجلك بقى العشرة كيلو دول. هو قاعد في عربيته قلقان ومتوتر، مش عارف ياخد قرار، مش عارف يروح فين، يسيب العربية ويمشي على رجله ممكن تحصل له مشكلة، ولا ممكن يفضل قاعد في عربيته يطلع له حيوان مفترس أو حاجة تؤذيه. هو مش عارف يعمل إيه بالظبط. هنا موقف بيبقى صعب جدا. ساعتها الإنسان مهما كان بينه وبين ربنا مشاكل، حتى لو كان مش مؤمن بربنا، كان طائع أو عاصي، أي مشكلة بتحصل بالشكل ده الإنسان بيبقى عارف إن السبل اتقطعت بيه، مفيش غير سبيل واحد بس، هو سبيل الحق سبحانه وتعالى. تلقى ساعتها الفطرة بتنادي على الإنسان وتتناسى كل المسافات اللي بينه وبين ربنا، كل البعد اللي الإنسان كان سبب فيه إنه يبتعد عن الله. الفطرة تطلع لأن الإنسان هيهلك، فهو في معركة البقاء، فينادي على ربنا بصوت قوي من قلبه، بيناديه صوت الفطرة اللي عارفة ربنا كويس جدا ومقرة له برغم إنكار وجحود الإنسان. تقول له ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يقول له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النهاردة معانا من كلمات الله التي لا تنفد قول الحق سبحانه وتعالى على لسان أهل الكهف، الفتية اللي هجروا بدينهم، اللي طلبوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مجموعة من الشباب ربنا بيذكر إنهم فتية، حصل لهم كارثة، لكن ما كانتش المسافات بعيدة بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، بالعكس كانوا أقرب ما يكونوا إلى الله، كانوا هم مظهر التوحيد لله عز وجل في زمانهم. رفضوا إنهم يسجدوا لدقيانوس ويعبدوا معه عبادة الشرك والأوثان، أرادوا أن يفروا بدينهم، لاحقهم هذا الإمبراطور الظالم الغاشم علشان يهلكهم ويدمرهم. قصة كبيرة في سورة الكهف لها أسرار وأنوار ملهمة لينا في حياتنا، قدوة بالنسبة لكتير من الشباب في المواقف اللي بنتحط فيها. مجموعة من الشباب فروا بدينهم هربانين علشان ربنا يجعلهم قصة ملهمة على مر التاريخ، ملهمة للنبي صلى الله عليه وسلم وملهمة لصحابته المستضعفين، ملهمة لكل شاب ممكن يكون عنده قلق وحيرة وتوتر، ملهمة لكل إنسان تمسك بالحق إنه ما يضعفش، إنه ما يقلقش، إن ربنا هيكون معاه. تدينا أسرار وأنوار حكاياتها كبيرة جدا. حكايتها بتبدأ من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين لقوا إن النبي كل شوية بيزداد أتباعه صلى الله عليه وسلم، فراحوا لليهود في المدينة، واليهود كانوا بيستظهروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتحوا به على أهل المدينة الأوس والخزرج، يقولوا لهم إن نبي الزمان قد أطل برأسه وإنا سنقتلكم به. كانوا بيقولوا لهم إن إحنا هننتقم منكم وحنبقى سادتكم لأننا هنتبع النبي اللي جاي، لأن إحنا نجد ذلك عندنا في كتابنا. فراح لهم المشركين يسألوهم عن أمر النبي، هل هو ده فعلا النبي اللي عندكم في التوراة ولا مش هو؟ فاليهود قالوا لهم لو عاوزين تكتشفوا أمر محمد وتعرفوا هو صادق أو غير صادق اسألوه عن ثلاث أسئلة. السؤال الأول، المجموعة اللي ذهب بهم الدهر مذاهب بعيدة، يعني ذهب بهم الزمن، يعني ذهبوا في أعماق الزمان وكانت حكايتهم حكاية عجيبة الناس كلها بتتعجب منها، اسألوا محمد ما قصة هؤلاء الفتية، واسألوه عن الروح، واسألوه عن الرجل الذي طاف بين المشرق والمغرب. فرجع المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذه الأسئلة الثلاثة، يقولوا له يا محمد ما قصة هؤلاء الفتية الذين ذهب بهم الدهر مذاهب عجيبة. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أجبنا عن هذه، لو جاوبتنا يبقى أنت صادق، ما جاوبتناش يبقى مش هنتبعك وأنت كاذب فيما تدعيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي قال لهم أجيبكم غدا، فمر غد وبعد غد وبعد بعد ولم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شق عليه إن الناس تسأله وقول لهم بكرة وبعدين ما يعرفش يوفيهم الوعد اللي هو وعدهم به. مر يوم واثنين وثلاثة، ثم جاء الوحي لرسول الله بعد فترة ليقول له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وبعدين أخبره القرآن بخبر هؤلاء الفتية والإجابة عن الأسئلة الباقية، لكن قال له: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. القرآن بيحكي لنا عن كلمات الله التي لا تنفد اللي معانا النهاردة: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن ده دعاء مجموعة من الشباب لجأوا لربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إنهم فتية، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إحنا هنحكي لك ونقص عليك قصة هؤلاء الشباب اللي رفضوا الخضوع لغير الله سبحانه وتعالى، اللي تمسكوا بالحق. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعبر دايما بكلمة فتية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ده اختصار من القرآن الكريم علشان يشوق المستمع، بيقول له الفتية أمرهم عجب، دخلوا الكهف. لماذا دخلوا الكهف؟ من يقرأ الآيات لابد أن يسأل هذا السؤال قبل أن يقص عليه القرآن الإجابة فيما هو قادم. لكن في ملامح عجيبة في هذه الآية، إن ربنا يقول إنهم فتية، ده وقت الشباب، وقت التسويف، وقت إحنا بنفتكر إن هو وقت اللا قضية، إن الإنسان يعيش من غير قضية. لكن الفتية دول ربنا سبحانه وتعالى مدحهم بأنهم كانوا أصحاب قضية. مش بس أصحاب قضية، دول أصحاب قضية وقضية حق ومتمسكين بيها. فمهما تزعزعت الدنيا أمامهم ومهما واجهتهم الصعاب، يفضلوا متمسكين بالحق بتاعهم. القرآن يعبر لنا بلفظ محدد جدا: إنهم فتية. كان ممكن يقول إنهم مجموعة، إنهم رجال، علشان يوصفهم بوصف الرجال، لكن القرآن يختار لفظ فتية علشان ده يبقى مقام مرتبط بحاجات مع بعض، مرتبط بإن ربنا سبحانه وتعالى يعجب من الشاب ليس له صبوة، يعني ملوش ذلة، ما أخطأش، ما عملش حاجة كده حطها في ميزان سيئاته. إن الله لا يعجب من العبد الشاب ليس له صبوة. هؤلاء الفتية كأنهم هم الإشارة لإننا نعرف إنهم في سن فيه الإمكانيات وفيه الطاقات. دول أبناء ملوك اتربوا في قصور المملكة، عندهم قدرة إنهم يعملوا كل حاجة، يعيشوا في الصيد، يعيشوا في اللذة، يعيشوا في المتاع، يعملوا كل اللي هم حابينه. مش مطلوب منهم إنهم يفكروا في قضايا ويؤمنوا بيها، إلا إنهم فكروا في قضية التوحيد، الإيمان بالله الواحد الأحد، واعتقدوا فيها اعتقاداً جازماً، فأمنوا بالقضية، اتحاربوا، الطلب منهم إنهم يتنازلوا، لكن فضلوا متمسكين، تمسكوا بدينهم تمسك شديد جدا. وبعدين لما اتضايق عليهم بدأوا يفروا إلى الله سبحانه وتعالى وهم يحملون دينهم على أعتاقهم. إنهم فتية، فتية ضحوا بمستقبلهم وضحوا بحياتهم اللي هم عايشين فيها، ضحوا بالنعيم وبالرخاء علشان عندهم قضية مؤمنين بيها. فالتجأوا إلى الله بالدعاء وقالوا له كلمة واحدة بس: يا رب آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الشباب بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى وقولوا له: آتنا من لدنك رحمة، من حضرة قدسك، من عندك أنت. ما قالوش من عندك، علشان رحمة ربنا قد تكون في أسباب وقد تكون عند الخلق، فهم مش عايزين أسباب الرحمة، ولكن هم عاوزين الرحمة المتنزلة من الحق سبحانه وتعالى على عباده المخصوصين، رحمة خاصة من ربنا تنزل لهم، رحمة من حضرة الله الرحيم. فبيقولوا له: ربنا آتنا من لدنك، زي ما بيقول وعلمناه من لدنا،
يعني علم لدني، علم إلهي، رحمة ذاتية تنزل علينا يا رب من رحماتك التي تنزلها على أحبابك وأوليائك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آية لها من الأسرار ما الله به عليم، تفويض شديد للحق سبحانه وتعالى في إن هو يرحمهم وإن هو ليهيئ أمرهم في أضيق الظروف وفي أصعبها، برغم إنهم فتية كانوا يملكون الكثير، إلا إنهم سلموا لله سبحانه وتعالى، فيأتيهم الحق سبحانه وتعالى ليقول: فضربنا على آذانهم، إجابة، نجيناهم وجعلناهم مثالا للناس، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، دعاء مجموعة من الشباب أحيط بهم. صحيح هم في وقت مستضعفين، لكن كان ممكن يتنازلوا تماما ويستخدموا قوتهم ويعيشوا حياتهم. أنا ليه أتعب نفسي وأعيش القضية وأعيش التوحيد ومش التوحيد والكلام ده؟ لكن الشباب دول كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، كانوا معتقدين اعتقاد حقيقي عز عليهم إن هم يشركوا بالله سبحانه وتعالى أو أن يطيعوا أحدا يأمرهم بالشرك. ولذلك دول مضرب مثل لكل الناس، كان مضرب مثل للصحابة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا يقول لهم: هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية الذين اعتصموا بي وفروا بدينهم من أجلي وتركوا دنياهم وضحوا بها من أجلي، كادتهم السماوات والأرض، الإمبراطور ومن معه وجنوده يكيدون لهم، ولكني جعلت له من بينهن مخرجا. أنا عملت لهم مخرج، مش بس مخرج، ده أنا جعلت ذكراهم مرتبطة بكل الناس، كل الناس يعرفونها يتناقلونها. هؤلاء الفتية أصبحوا مضرب المثل. خد منها، من هذه الآية، مصدر لقوتك ومصدر لخلودك ومصدر لعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. أنت شاب من الشباب، اوعى تقول لسه المشوار طويل، فكر من دلوقتي، ده وقت التفكير الصح. اوعى تنهمك في ملذاتك وحياتك وتنسى ان في قضية المفروض ان انت تعيش علشانها. خد اهل الكهف اللي احنا بنعدي عليهم واحنا بنقرأ سورة الكهف كل جمعة، خدهم مضرب مثل ليك وفكر الناس دي عملت كده ليه. اهل الكهف ضاقت بهم الدنيا، ضاق المكان، لكن ربنا وسع لهم الزمان. فمهما ضيق عليك وانت صاحب قضية، مهما ظلمت، مهما اضطهدت، مهما ضاق عليك المكان، خليك عارف ان الحق سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على ان يوسع لك الزمان. بيفكروني اهل الكهف بسيدنا يوسف عليه السلام لما اختار السجن، قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. هم كمان اختاروا سجن الكهف، هو في الظاهر سجن، لكن هو في الروح اتساع وجنة محدش يعرف مداها إلا اللي دقها وعاش فيها. سيدنا يوسف اختار السجن على قصر العزيز علشان ما يقعش في سجن الذنب، وأهل الكهف اختاروا سجن الكهف على قصور دقيانوس علشان ما يقعوش في ذل الشرك وسجن الشرك. السجن مش بمظهره، ربنا سبحانه وتعالى مد لهم في الزمان وأخرجهم عن قانون الزمان وجعلهم آية للناس يعتبرون بها. ربنا بيقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. مجرد إنك تتمسك بحاجة وتلاقي الدنيا واقفة قدامك وترجع لربنا وتقول له: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا يديك من أسرارها وبركتها اللي اداه لأهل الكهف. ربنا ينصرك ولو بعد حين، ربنا يخلد ذكراك إن كنت على الحق ولو بعد حين. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، انت تمسك بالله ولو كادتك السماوات والأرض، ربنا حيكون في ظهرك وحيقويك ويجعل لك من بينهن مخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لثلاثة دخلوا كهفا ممن كانوا قبلنا، فنزلت صخرة لتغلق الكهف على هؤلاء الثلاثة، لم يكن لهم باب إلا الله سبحانه وتعالى. كل واحد منهم تقرب إلى الله وقال له: اللهم إن كنت علمت
أن هذا الذي فعلته فعلته خالصا لوجهك، اللهم فرج عني ما أنا فيه. فانزاح جزء من الصخرة من الأول، ثم الثاني يدعو ويقول له: يا رب، إن كنت فعلت هذا من أجلك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم جزءا من الصخرة، ثم جاء الثالث ليدعو، ثم فرج الله عنهم صخرتهم وفك كربهم وضيقهم. إلجأ لربنا سبحانه وتعالى وقل له بقوة: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وانت ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ويبقى قدامك صعاب كتير جدا، ادخل كهفك وادعي ربنا وقل له: يا رب، أجمع الناس علي، يا رب آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تمسك بالدين وتمسك بالدعوة وكاده قومه واجتمع الناس عليه صلى الله عليه وسلم، شكى إلى الله ضعفه، قال له: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. لما تلاقي الناس كلهم نبذوك علشان أنت ما بتعملش اللي هم بيعملوه من المعاصي والخذلان، حاجات اللي تجلب الخذلان للإنسان، وأنت متمسك بالله، لما تلاقي الناس كلها بتكذب وأنت ما زلت صادق، لما تلقى الناس كلها بتخدع وأنت لا تزال أمين، اوعى تتضايق ولا تخاف، ارجع لربنا وقول له: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.